الماضي. النهارده بنحتفل بمرور 102 سنه على اندلاع ثوره 1919 التي قادها الزعيم سعد زغلول. احنا النهارده في ضريح سعد وهو المكان المهم الذي يعني كافحت السيده صفيه زغلول من اجل ان يكون في هذا المكان امام منزله المواجه لنا في الناحيه الاخرى. اتصور انه هذا الاحتفال رقم 102 يعني ان هذه الثوره ستظل ثوره يعني نتذكرها جميعا. سنحافظ على كل ما مكتسباتها المتعلقه بحقوق المراه، المتعلقه بالحريات العامه، المتعلقه ايضا بالاقتصاد السوق والتطور الاقتصادي الذي حدث، حقوق العمال والفلاحين. تصور انه وصلنا الى الرقم 102 الاحتفال يعني ان حزب الوفد حزب كبير وباقي ومستمر وسيظل لمئات السنين الاخرى ان شاء الله. نحن نحيي ذكرى سعد زغلول وذكرى مصطفى النحاس وذكرى فؤاد صلاح الدين ونحتفل بهم جميعا في أوقات مختلفة، سواء كان في 13 نوفمبر أو في 23 أغسطس أو في 9 مارس. تحية لكل شهداء ثورة 1919 وتحية إلى أرواح كل قادة هذه الثورة العظيمة والثورة الأمة التي نطلق عليها أم الثورات المصرية.